المنتخب طبعا القطري اللي باش يتواجه بعد هذه المباراة في نفس هذه الأماكن. الأحمر البحريني على اليسار والأبيض الإماراتي على اليمين، والبداية بكل الرنيم، وهذه كرة خطيرة. جول! الهدف الأول الإمارات. نار 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 منذ بداية المشوار. هل هو أسرع هدف في المنافسة؟ أسرع هدف في تاريخ المنافسة. قد يحطم الهدف التاريخي للكويتي فتحي كامل في 1970 في لقاء الكويت والصين. هذه هي كرة عموري علي مبغوت. علي مبغوت يضع الكرة في الشباك، هو القناص، هو مرعب الحراس. علي مبغوت، بداية كهربائية للنجوم الإماراتية. عايش باليسارية محمد دعيش ومحمد حسين في هذه الركنية. عايش يوسع. جول! جايسي فعلا، جايسي الأحمر الرهيب يتحدى الزمان وصعوبة الرهان رغم قسوة الظروف. البحرين يمضي ولا يبالي. رأسية الأسمراني تركت الدفاع الإماراتي. يواني جايسي بالرأسية الذهبية يعدل النتيجة للكتيبة البحرينية ويرجع المباراة إلى أصعب الأوقات. هدف التعادل للأحمر الرهيب بلونه العجيب هو البحرين. عامر عبد الرحمن البحث عن احمد خليل، حمدان الكمالي، كرة عامر عبد الرحمن. جول! يا بالنيران يكتوي البحرين في هذا الزمان. محمد حسين إغانة حارسو سيد محمد جعفر. الإمارات نجوم هذه الأوقات. محمد حسين بالنيران يكتوي البحرين في هذا الزمان وفي هذا الرهان. كابتن المنتخب البحريني يعمق جراحه بهدف بالرأس مهدي علي والفرحة النسبية.